لما ودنه اتعودت عليها عششت في نفخه، زي ما قال سواق التاكسي بالظبط. الاغنيه اول ما سمعها استغرب، بس بعد كده بقى بيرددها عادي جدا. هل هيعدي علينا زمن وتبقى اغاني المهرجانات ومغنيها هيبقوا كده زي عدويه مثلا؟ هنشوف ده ان شاء الله السنين الجايه، ربنا يدينا ويديكوا كده طولة العمر. بس عايزه اقول لكم على حاجه، كلام ما بيننا يعني، مفيش فرح دلوقتي مش بيشغل المهرجانات، والعريس والعروسه والمعازيم كلهم بيقلبوا الدنيا رقص عليها. طب اقول لكم على حاجه، اغاني المهرجانات دايما بنسمع كده في اول الاغنيه دي جي ساسو وفيجو الدخلاوي. يا ترى مين اسلام ساسو ومين فيجو الدخلاوي اللي قلبين الدنيا وعاملين انجح اغاني المهرجانات؟ طبعا بقى منهم بنت الجيران وعود البنات وداع يا دنيا وداع، انتي معلمه لخبطيطه، واعمال تانيه بنسمعهم كتير قوي في الافراح لاسلام ساسو وكمان فيجو الدخلاوي. اغاني فيجو بقى زي مثلا وداع يا دنيا وداع، ربك كن ميزنا بميزه. طبعا الاغاني دي في فئه كبيره جدا بتسمعها، وزاد عليهم فئات الفتره الاخيره. الفقره الاولى يا جماعه هيكون معانا اسلام ساسو، والتانيه فيجو الدخلاوي. استنونا علشان نكمل فقراتنا.